بحب دايما اقول لكم على كل الابديتس والتحديثات اللي بتنزل للسيمس 4، خصوصا اللي بتنزل للبيس جيم، لان اللي بيغيب عن الجيم فتره ومش بيتابع الاخبار وبعدين يجي يفتح سيمس 4 بعد فتره يلاقي كميه حاجات جديده. طب امتى الحاجات دي ظهرت؟ طب هي فعلا حاجات جديده ولا كانت موجوده من زمان بس انا مش واخد بالي؟ سو بحب دايما اعرفكم الحاجات الجديده اللي بتنزل، وفي حاجات كتير حصلت من ساعه اخر فيديو ابديت نزلته. سو خلينا نحكي عن كل الابديتس اللي نزلت للسيمس 4 والاخبار. اول حاجه قبل ما تفوت عليكم مهم تشوفوها دلوقتي، هو ان الباكس اغلبها ان لم يكن كلها عليها تخفيضات. كل انواع الباكس، الاكسبانشن باكس والجيم باكس والسوف باكس، الكيتس مش بينزل عليها تخفيضات خالص لان هي $5 بس. وطبعا الحاجات اللي لسه نازله مؤخرا زي مثلا هوم شيف هاسل فور رنت طبعا مش هيبقى عليها تخفيضات. المهم في تخفيضات استفيدوا منها لو عايزين تكملوا الكوليكشن بتاعكم او في باك عايزين تشتروها، فرصه كويسه تجيبوها دلوقتي. بيجينا الحاجه المهمه انه ماي فيرست بيت ستاف نزلة بزيرو دولارز، كنت أقول زيرو سومالينز بس نو دي فلوس حقيقية بزيرو دولارز، سو ممكن اكشري تاخدوها مجانا which is awesome. عرض my first piece stuff لي بي سي وماك فقط، سو ممكن تاخدوها من EA app أو origin لماك. I'm not sure إذا كان نفس العرض موجود على ستيم وابك ولا لأ، بس العرض يعني لبي سي وماك فقط. وبعدين في عرض تاني romantic garden stuff pack برضو نزلة مجانا بزيرو دولارز. العرض ده كل البلاتفورمز، اول ما نزل العرض كان لاكس بوكس فقط، بعدها تقريبا بيومين او ثلاث ايام نزلوه لكل البلاتفورمز، سو اكس بوكس بلاي ستيشن وبي سي وماك. سو انتهزوا الفرصه خدوا التو باكس دول فور فري مجانا. صحيح ان هما مش افضل تو باكس في الجيم بس حاجه مجانيه ليه ما تاخدوهاش. باك ماي فيرست بيس ستاف مشكلتها ان فيها حاجات كتير ما نقدرش نستخدمها الا لو معانا باك كاتس اند دوجز قطط وكلاب، زي مثلا سرير البيتس، البوكس بتاع القطط، العاب البيتس، اطباق الاكل بتاعتهم والكات تريز في اتنين منهم، باقي الحاجات عادي ممكن نستخدمها. فده يعني السلبيه فيها، ممكن تحطوهم ديكوريشنز فقط لكن مش هيبقى ليهم اكشلي فانكشن او استخدام، هيبقى بس ديكوريشن. لكن لو طبعا معاكو كات اند دوجز اكسبانشن باك، البيتس هيناموا على السراير ديت، القطط هتستخدم الكات تريز والكلام ده كله. الباك فيها اثاث شكله كتير مميز، شكله كتير كيوت، ينفع قوي غرف الأطفال أو حتى adult sims لو الثيم بتاعهم أو شخصياتهم منهم بيحبوا الحاجات الكيوت والحاجات اللي زي كده. فيهم الكنبة دي شكلها لطيف وكنت بستخدمها كتير قوي لما نزلت الباك، عن جد كتير كيوت، بس يعني لأنها بس القطعتين دول صعبة قوي تستخدم في أماكن مختلفة. فيها bed side table، فيها coffee table عبارة عن زي حوض مية which is kind of weird، فيها مكتب للأطفال يمشي معاها طبعا الكرسي ده. وبعدين فيها أنواع حيوانات جديدة مش موجودة إلا في الباك دي تحديدا، الهامسترز ويسكرز زي قوارض صغيره، هامسترز وفئران وحاجات زي كذا، ما عمريش لعبت بيهم لحد دلوقتي، مستنيه اللحظه المناسبه اللي اضيفهم في الجيم. بس يا فيهم حاجات كيو زي كذا تتحط في غرف الاطفال قياس طولهم. بعدين فيها الحب ديكوريشنز ديت نصنع بيها زي متاهه الهامسترز، كل ديكوريشنز يعني. في برضو مجموعه البينتينجز دول، في المرايه دي، في سجاده شكلها كيوت اجين تنفع لغرف الاطفال، بات فيها سواتشز زي كذا ساده وتنفع لكل الاماكن مش بس للأطفال. لمبة الثيم بتاعها قطط وكده وتنفع لغرف الأطفال، في منها سواتش بينك شكله very very cute، اللمبة دي صراحة شكلها كتير كتير كيوت again تنفع لغرف الأطفال والسيمز اللي بيحبوا الحاجات دي. مكتبة، ودي لعبة أطفال supports children supports toddlers supports infants، so تنفع لكل الأعمار. وبعدين عندنا طاولة رسم بتاعة الأطفال. وبعدين فيها ثلاث حاجات من أكثر الحاجات اللي بستخدمها من الباك دي تحديدا، هي البلاينز اللي على الشبابيك. الستايل ده من البلاينز المودرن السيمبل اللي مش طالع عن الجدار 5 متر مش ضايفينه الا في الباك دي فقط. صراحه بالوضع الطبيعي مش هنصح انكم تشتروا الباك دي بس عشان الثلاثه بلاينز دول، ثلاث ستاير ثلاثه بلاينز، لكن بما انها مجانيه يا خدوها ولو بس عشان الثلاثه بلاينز دول، عن جد كتير كتير حلوين. بالنسبه لحاجات رومانتيك جاردن، من اسم الباك رومانتيك جاردن، في حاجات تنفع للجاردنز والحدائق وبتاع، فيها بنشز، في منها سواتشز يو نو عليها زي طحالب خضراء واعشاب خضراء، النافوره الضخمه ديت، بنش تاني للاكل بتاع المونكي بارز بتاعت الاطفال. بعدين في الويشنج ويل او البير اللي بيروحوا السيمز يتمنوا ويطلع لهم حاجات، اجين ده برضو حاجه ما عمريش لعبت بيها انا شخصيا بس بشوف الناس بيلعبوا بيها وشكله فن، بعدين اجين يعني مش حاجه هتستخدم باستمرار. ارش وديكوريشنز كله حاجات زي كده ينفع لو هتعملوا زي حديقه قديمه
قديمة وبتاع وستاتشوز تماثيل نفورة تانية بس you know المية نشفت فيها وكلها اتملت نباتات حقا ديكوريشن للجدران نفورة تانية على الجدران تصدقوا الايتم ده استخدمته مرتين من الباك دي بعدين اللايت اكشلي اللايت ده برضو بستخدمه كتير اوكي فيها برضو زي نباتات وورود وحاجات كاينة كيوت برضو كاينة كيوت فيها البتاع ده ممكن نعمل بيه زي جدران وفيها بيج بوش فيها ورود في النافورة دي النافورة دي اكشلي برضو بستخدمها كل فترة والتانية وفيها عمود سور برضو شكله كيوت والوانه كيوت فيها حاجات بينك فيها حاجات نظيفة فيها حاجات ماسي وقديمة وبتاع ومعاه بوابة تتماشى مع نفس الستايل بصراحة كتير حلوين وفي شباك برضو جاي مع الباك شكله فيري كيوت شباك واحد حجمه واحد ارتفاع واحد فهيتعمل بيه ايه هو الواحد وكده بالسايد ده مش عارف صراحة خصوصا انه ما فيش شي ابواب ولا اي حاجة تانية جست شباك كده وخلاص فهي تعتبر باك ناقصة بس طبعا بتركز على حاجات الحديقة سو انتظروا الفرصة اجين وروحوا خدوهم اجانا رومانتك جاردن على كل البلاتفورمز اكس بوكس بلاي ستيشن بي سي وماك ماي فيرست بيست اوف على بي سي وماك فقط بعد كده في ابديت نزل يوم 31 اكتوبر كان فيه زي نظام جديد طلع اسمه ديسكفري كويست زي توتوريالز اضافيه في الجيم مثلا واحنا بنلعب بعد فتره بيجينا زي يعلمنا ازاي مثلا نحصل على سكيلز معينه وبيطلع هنا زي مجموعه تاسكس معينه وبعدين لما نعملها ناخذ احيانا بناخذ ساتسفاكشن بوينتس او بناخذ سموديانز او تبر على حسب يعني الديسكفري كويست وبنيجي ما فيش طريقه نخليه الديسكفري كويست يظهروا يعني هم بيظهروا كذا من تلقاء نفسهم لما بنبدأ سيف فايل جديد حتى مش متأكدة إذا كانوا بيظهروا في السيف فايلز الموجودة أصلاً قبل كذا ولا لازم سيف فايل جديد but ليهم مكان هنا في السيتينجز في توتوريال and tips في ديسكفري كويس ممكن نشغلهم أو نطفيهم ممكن نعمل لهم ريسيت على أساس يظهروا تاني المهم توتوريالز جديدة ياي وضافوا برضو في كاس زي وانزي أو بيجاماز للنوم بيثيم الفويد كريترز شكرهم very funny بس الحلو فيهم oh my god دي بتاعت Grim Reaper That's funny. الحلو فيهم انهم ضفوهم لكل الاعمار او اتليست الادولتس والتشيلدرن مش متأكدة حبيت السكيلتون مش متأكدة اذا كان في منهم التودلرز ولا لا بس هتلاقوهم لو رحتوا على السليب وير والفول بادي اوتفيتس هتلاقوهم بالشكل ده طبعا نفس السواتشز وممكن العيلة كلها يطقموا نفس الشكل او مش ضفوه للتودلرز وغالبا مش هيبقى موجود في الانفنس بعد كده بتاريخ 14 نوفمبر نزل SDX Dura نزل فيه شعر جديد نزل منه نسختين نسخة لون واحد طبعا الشعر curly and beautiful بصراحة مرة حبيت زي كل الشعرات الأخيرة اللي بيضيفوها الكواليتي بتاعها مرة كويس والنسخة التانية ombre أو فيه you know لونين مصبوغ basically أو فيه خصل يعني لون تاني بعد كده بتاريخ 5/12 نزل برضو update اللي هو كان الابديت اللي قبل الاكسبانشن باك الجديدة for rent اللي كان بيجهز للسيستم الجديد اللي هينزل معاها وبتاع فيه outfit المجاني دوت في كاس it is very cute وطبعا مستوحى من ثقافة دول جنوب شرق آسيا زي theme الباك بس قرروا يدونا واحد مجانا يعني في البيز جيم which is nice وعلى فكرة كل واحد من الابديتس دول كان نازل معاه لسه طويلة عريضة من البوغ فيكسز واصلاحات البوغز والمشاكل في الجيم وبتاع بس انا هقول لكم على الحاجات الجديدة فقط والبوغ فيكسز هنعديها المرة دي بما انه عندنا حاجات كتير نحكي عنها النهاردة في نفس الابديت ده برضو ضافوا على المغاسل على الحوض قصة ان احنا نحط السينك تايب او نوع الحوض دوت يا اما للباثروم او الكيتشن او حوض وخلاص لكل حاجة وده هيخلي السيمز يبطلوا يغسلوا الاطباء والمواعين في حوض الحمامات او مثلا بعد ما يستخدموا التويلت روح يغسلوا ايدهم في حوض المطبخ في مجموعة حاجات من حاجات المطبخ في البيس جيم ضافوا فيها الوان جديدة منها التلاجة دي مثلا مش فاكرة بالضبط الالوان القديمة كانت ايه وايه الالوان الجديدة اللي ضافوها بات ضافوا مجموعة ألوان I'm pretty sure إن ده جديد ده جديد تقريبا البينك جديد وحتى الماف I know اللي هو الرمادي دوت والأبيض أو الكريمي ده جديد لأنه ما كانوش موجودين قبل كده يعني خلوا التلاجة ديت من السهل استخدامها بعد ما كانت ألوانها غريبة عجيبة وصعبة جدا استخدامها also نفس الطقم اللي معاها الفرن برضو ضافوا فيه نفس الألوان عشان لأنهم طقم مع بعض فالحاجات كلها تتماشى يعني also الميكرويف اللي كان معاهم برضو في نفس الطقم بنفس الشكل وبنفس الألوان برضو ضفوا له نفس الألوان الجديدة اللي ضفوها وأخيرا الكافي ميكر برضو نفس تبع الطقم وبرضو ضفرها نفس الألوان الجديدة اللي ضفرهم which is very very nice ودلوقتي رفوف الأحذية
البداية ديت اللي في البيز جيم اللي موجودة في الجيم من أول ما الجيم نزلت خالص في 2014 دلوقتي actually بقى ليها فايدة ولازمة في الجيم مش بس ديكوريشن. ممكن عن طريقها نحدد إنه البيت دوت أي حد يدخله لازم يخلع الشوز قبل ما يدخل أو يخلعه ويلبس سليبرز أو شبشبات يعني باسكري. الخاصية ديت كانوا ضافوها أول حاجة في سنوي إسكيب إكسبانشن باك بس دلوقتي ضافوها مجانا في البيز جيم. هعمل مثلا ريموف شوز إنسايد وبعدين أخليها تدخل البيت and then هتوقف بعدين يطلع سحاب بلا 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 وبعدين تلبس you know تلبس حافية. و also oh my god great timing توقيت رائع لأنه جنا discovery quest ده واحد من discovery quest لأنه كان في كذا واحد من discovery quest كل واحد بموضوع مختلف. this one عن the needs أو الاحتياجات بتاعتهم البلادر والفن والحاجات ديت. طبعا هقول yes عشان نشوف شكله so هيطلع لنا هنا معلومات عنه بلا بلا بلا. ممكن نفتح lessons بيطلع لنا هنا tasks معينة ومهمات معينة أنا نعملها ولما نخلصها بيدينا something something فينا علامة استفهام لو فتحناهم بيطلع لنا الريورد أو الجائزة اللي هناخدها لما نخلص الكويست أو نخلص المهمات يعني بتاعته. كمان ضافوا قصة إن إحنا نضغط على باب البيوت التانية اللي حوالينا في نفس الحي اللي إحنا فيه وكذا ونعمل switch control to this household ننتقل نلعب بالعيلة أو بالhousehold اللي عايش في البيت ده. وطبعا هيطلع خيار إنه save الأول ولا switch control على طول ولا just cancel interaction. أنا هعمل من غير ما أعمل سيف وهننتقل نلعب بأهل البيت دوت just like that. وطبعا السم الأولى اللي بدأنا بها interaction وقفلنا هنا برا طبعا نقدرش نتحكم فيها لأن دلوقتي بنلعب بالسيمز اللي عايشين في البيت ده. كان الأول الطريقة عشان نعمل القصة ديت لازم نطلع على manage words الأول نستنى loading screen وبعدين نروح نختار الهاوسهود اللي احنا عايزين نلعب به نضغط عليه ونعمل play. so اختصروا علينا شويتين. طبعا هندخل loading screen تاني so اختصروا علينا one loading screen خصوصا مثلا لو احنا عايشين في الشقة والشقة جنبنا على طول ممكن نعمل switch control وانتهينا من نضغط على الباب بدل ما نطلع على manage words الاول. حاسة انه اضافة صراحة كويسة وكنا محتاجينها خصوصا اللي بيلعبوا مثلا بعيلتين وبيتنقلوا بينهم دايما الحاجة دي عن جد هتسهل عليهم الحياة too much. بعد كده نزلت for rent expansion pack اجدد باك نزلة في The Sims 4 وكل الحاجات الجديدة اللي جاية فيها ونظام البناء الشقة او الوحدات السكنية المتعددة على أرض واحدة نظام العقارات ممكن نشتري عقارات ونأجرها للناس والكلام ده كله. so yeah expansion pack كاملة نزلت وده يوصلنا لآخر حاجة وهو update نزل بتاريخ 14 ديسمبر فيه شوية bug fixes لpack for rent so كان فيها شوية مشاكل حلوها لكن ما ضفوش فيه حاجة جديدة للبيز جيم أو كذا. and that's it ده آخر الفيديو وده كده كل الأخبار الجديدة اللي حصلت في الثلاث شهور اللي فاتوا. again ما تنسوش تاخدوا الباكس المجانية انتهزوا الفرصة خدوها حتى لو مش ناويين تلعبوا بيهم او مش شدينكم تو ماتش خدوهم وضيفوهم للحساب يعني مش هتخسروا حاجة استغلوا فرصة انه في حاجة مجانية وخدوها. انا ياهم كفري تكونوا استمتعتوا سوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله.